بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نكمل إن شاء الله كتاب منهج المسلم. كنا كلمنا آخر حاجة في منهج المسلم عن الزواج، خلصنا باب الزواج، هنتكلم بقى في الطلاق. الطلاق عكس الجواز، خد بالك. شوف إن الطلاق ده مكروه ذكره، ولكن معرفة آدابه وأحكامه يحل كثير من المشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت عارف من أكبر أسباب كثرة الطلاق إيه؟ طبعا معدلات الطلاق في البلاد الإسلامية ارتفعت بشكل مهول للأسف يعني، وفي بلاد مصر ارتفع حتى كأن الطلاق ده أصبح موضة. الله نسأل الله العافية والسلامة. الطلاق إخواني يعني ارتفاع معدلاته أحد أسبابه إيه؟ واحد، جهل كثير من الأزواج والزوجات معنى الزواج. والله كثير من الشباب مش عارف يعني إيه زواج. ليه؟ اتربى على تلفزيون، أبوه تلفزيون، مش أبوه بس، ده أبوه وأمه. هو اتربى عليه، ففاكر الجواز ايه؟ حب. خدت بالك؟ قيس وليلى، ولا اسمه هو ايه صح؟ مش قيس وليلى برضه ولا المهم يعني، هو فاكر الجواز كله ايه؟ حب بقى، يا سلام، هو الجواز كله كده. فيفاجأ بالواقع، اصطدم بالواقع بقى، ان الزواج ده فيه مسؤوليه، وفيه خلافات في وجه النظر، في وجهات النظر، وفي زوجه اتت من بيت لها افكار ولها طريقه، خدت بال حضرتك، ولها عادات ولها اسلوب ولها حقوق، مش فاهم هو كل ده. الله فين الحب؟ الله ده الحب كان اول شهر بس، مش فاهم ليه يعني ايه زواج. لذلك انت عارف اغلب في يعني اغلب حالات الطلاق بتبقى في السنوات الاولى من الزواج، كما قال بعض الافاضل بيقول السنه الاولى من الزواج اصعب السنوات على الزوجين، اصعب السنوات. ليه؟ ده جاي من بيت وده جاي من بيت، خد بالك، ويحصل بينهم ايه؟ تصادم في العادات وفي الافكار، وهو مش مستعد لكده، ومفيش حد هيئه. أيضا من أسباب الطلاق عدم تحمل المسؤولية والتفاهة الشائعة. الناس بتهتم بسفاسف الأمور ولم تتربى على الرجولة. فكثير من الرجال الشباب يعني ما عنده استعداد لتحمل مسؤولية الزواج. فلما يصطدم بالواقع يحاول يهرب منه. يقول لك لا، فر من الموضوع ده، اعمل إيه؟ طلق وخلص نفسك. من أسباب الطلاق تعرف إيه؟ إطلاق البصر. والله لسه ناس بيحكوا، واحد قاعد مع زوجته ففتحين الزفت ده التلفزيون بيتفرجوا على إيه؟ مذيعة. فقول لها بصي أنت تيجي إيه جنبها؟ خدت بالك؟ ده أنت ما تسويش حاجة والعياذ بالله، مش يغض بصره؟ خدت بال حضرتك؟ نسأل الله العافية والله. طب بالله عليك كلمة زي دي كم تمثل في قلب المرأة؟ تدمرها، حطمها، بدل ما يقول لها أنت أجمل امرأة وأنت أحلى واحدة في عيني، يقول لها أنت ما تساويش. فشوف الكلام ده مدمر، وبيدل على إيه بقى؟ مدى التحسر والندم إن هو ما نالش واحدة زي دي. خدت بال حضرتك؟ شوف الراجل الجاهل، بدل ما يحمد ربنا على زوجته الطيبة الطاهرة العفيفة، ويقول هؤلاء فاجرات فاسقات مجرمات الحمد لله ربنا عافانا منهم، يقول هذه الكلمات. يعني الاختلاط والتبرج من أسباب كثرة الطلاق. ليه؟ الراجل بيجد صورة جميلة، والمرأة تخالطه في العمل أو في الجامعة أو في الدراسة برقة وعذوبة، يروح البيت المسكين يلاقي الزوجة اللي مش فقيها ربطة المدورة، خدت بالك، ريحتها بصل وثوم، واول ما يدخل تشتكي لهم العيال، الله ده انا كنت فين وبقيت فين؟ فيحصل عنده نوع من الايه؟ من الموازنه بين ما راى خارج البيت وبين ما راى داخل الايه؟ البيت. والمراه كمان تخالط الزميل في العمل، بيشوف راجل رقيق وشيك وحاطط ريحه، رياء، كل ده بيعملوه رياء، واخد بال حضرتك؟ في الغالب يعني.
بعدين تلاقي الزوج برضه يكلمها في البيت بخشونه وريحته عرق وجاي تعبان ها، وبيطالبها بحقوق وطالبها بكذا وكذا، والتاني لم يطالب بشيء، يحصل ايه؟ موازنه برضه. المشكله عدم الانضباط بالضوابط الشرعيه. شوف احد الزوجات، احدى الزوجات الجاهلات وصفت لزوجها صديقتها صاحبتها، تقول لها ده كذا وكذا 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 وكذا، وتوصف ايه صاحبتها وجمالها بقى ورقتها، فطلقها وتزوجها. شوف امرأة جاهلة، فده من الامور المنهي عنها، ان المرأة تنعت الايه المرأة لزوجها كأنه ينظر اليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فده من اثار المخالفات الشرعية، اثار التبرج، الاختلاط، ايضا عدم القناعة. عدم القناعة من اسباب الطلاق، ان كثير من الشباب وكثير من الفتيات عندهم تطلع، برضو انا هتهم برضو التلفزيون سبب من اسباب التطلع، اه والله بينقل صورة ايه غير حقيقية تماما عن حياة الناس وتعاملات الناس مع بعضهم البعض ومعيشة الناس. واحد يشوف الناس عايشين ايه ده، قصور وفلل وبتاع، فين ده؟ وهو المسكين مش لاقي اوضتين وصالة تحت السلم حتى، ها، وربما قاعد في مكان ضيق، وربما لا يجد يعني هذا الطرف وهذا النعيم، فيحصل نوع من الضجر، والضجر ده يطلعه على ايه؟ على زوجته، وزوجته نفس الامر. فانا يعني انصح اخواني اللي عنده تلفزيون في البيت، اتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يعني يفتحه، وان استطاع ان يتخلص منه فهذه همة عليه. كان أذكر للإخوة بهذه المناسبة أن أحد الشباب في كلية الهندسة كان ظل دكتور في الكلية، كان نصراني، فالدكتور ده في شقة فخمة جدا، الطالب لم يجد عنده التلفاز، لم يجد التلفزيون، في حين الشقة فيها كل الكماليات، فقال له أستاذ يعني ما عندكش تلفزيون ليه؟ جاوب له جواب مؤلم أوي، قال له أنا مش عايز حد يربي عيالي غيري. شوف الكلمة، والله أنت عارف أولاد المسلمين كلهم متربيين تربية واحدة، عشان ليهم أب واحد، ها، التلفزيون ده أبوهم وأمهم. تبص تلاقي كلمات بتتردد في جميع الطرقات، في جميع البيوت، طريقة تعامل، أخلاق، والله أخلاق منتشرة بين الناس، أخلاق واحدة، طريقة تعامل طريقة واحدة، ها، أسلوب واحد، أغاني واحدة، أمثال واحد، مثال شعبية واحد. كان في أخ يعني ربنا يكرمه ما كانش عنده تلفزيون، فبقول نزلت يعني أشتري حاجاتي، فروحت محل لقيت ناس بيتكلموا مع بعض، وواحدة بتقول له واحد اذبحني يا معلم، اذبحني يا معلم، اذبحني يا معلم، دي قلت في حد بيطلب حد يذبحه؟ بعد رحت مكان تاني لقيت نفس الكلمة تكرر فأكثر من ايه من مكان، قلت الله ايه موضوع البحني دي، ها، اثر ايه؟ اعلان في التلفزيون. شوف التربيه، شوف الثقافه حضرتك المنتشره، ها، زي ما احد الافاضل يقول نزل في مطار الاسكندريه فلقى الناس بتغني لولاكي، ها، فمش عارف راح الصعيد لقى الموضوع برضه، ايه الموضوع؟ قال لك هو اب واحد بيعلم الناس، ها، ينشر ثقافه واحده وعلم واحد. المهم من اسباب الطلاق يعني هذه الصورة الوردية الغير واقعية عن الحياة، عن حياة الناس. فالإنسان لما يصطدم بالواقع، ها، يجد الايه في بون شاسع بين الصورة الخيالية دي وبين الايه الواقع، فيحصل الايه الطلاق. ايضا ابصار المثالب وترك المحاسن، وده من عمل الشيطان، ان الرجل يزين، ان الشيطان يزين ويبرز مساوئ المرأة لزوجها، والعكس يبرز أيضا مساوئ الزوج لزوجته. لا ترى فيه إلا أنه هو رجل عصبي مثلا شديد، ها، لا ترى فيه مثلا أنه هو كريم معطاء، يعني عنده حب وعنده مودة، ها، بينفق عليها، لا ترى ذلك. والزوج برضه نفس الأمر، المرأة ترى فيه أو هو يرى في زوجته، يرى فيها مثلا عدم الجمال أو عدم إحسان ترتيب البيت أو إلى آخره.
فيبصر إليه المساء. علاجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. قال سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إيه حكم الطلاق بقى؟ أيها أخ عمر، إيه حكم الطلاق؟ هقول لحضرتك. الطلاق في الجملة مكروه. ماله؟ أيوة، خد بالك. مكروه ليه؟ في عدة أدلة تدل على كراهة الطلاق. واحد، خد بالك، في سورة البقرة في آية الإلاء ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف، غفور رحيم في الفيء، في الرجوع إلى الزوجة، في حصول المودة والرحمة. طب وإن عزموا الطلاق سميع عليم سبحانه وتعالى. في تهديد إن الرجل يطلق للمرأة، تهديد من بعيد، أخبر حضرتك. في سورة النساء: فإن كرهتموهن إيه؟ فطلقهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن زوجتك اللي بتكرهها دي ربنا يجعل من وراءها خير كثير. يمكن تكون امرأة اقتصادية بتحبك، ها، يمكن تحتاجها في يوم من الأيام. كان واحد عايز يطلق زوجته، فراح لواحد حكيم بيسأله، قال له: آه تطلقها؟ مش يمكن لما تكبر تحتاجها؟ ها، امرأة وفية وعندها حب ليك، يمكن لما تكبر تحتاجها تخدمك. بس هو كان متجوز واحده ثانيه، كان عايز يصلي دي ويقعد معاه الثانيه دي. قال له: لا، دي يمكن تحتاج لها انت. ها، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، شوف، مش خيرا بس، خيرا كثيرا. ممكن ربنا يرزقك منها بولد صالح، ها، تكون سبب لغناك. اه، ممكن تورث، ها، من اقاربها وبعدين تموت وانت تورث. يلا يا عم، ها، مال كتير اهو ببلاش. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيرشد الزوج الى الترغيب ويرغبه في امساك زوجته مع الكراهه. يبقى ده يدل على ايه؟ ان الطلاق غير محبوب الى الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وكثرهن طلاقهن. كثرهن ايه؟ طلاقهن. سمى الطلاق ايه؟ كثرا. تفضل اختك تتكسر؟ ها، ترضى لحد من قرايبك، من نسائك القريبات يكسرن؟ ترضاش؟ خلاص، خليك حصير حريص على زوجتك المسلمه لا تكسر. تسميه الطلاق بالكسر ده يدل على كراهته. شوف من ادله بقى الكراهه خطيره جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال: ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، يعني جنوده، فياتيه الشيطان يعني من سراياه، فقل: ما زلت به، ما زلت يعني بفلان ده، حتى فعل كذا وكذا، يعني من الذنوب، فيعرض عنه. ها، وفي روايه يقول له: يوشك ان يتوب العمل الذنب ده. فياتيه اخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امراته. فرقت بينه وبين، فيقول له: انت ويلتزمه. قال له: اه، الطلاق مكروه ليه؟ قال لك: في مفاسد كبيرة. كسر للمرأة، تعرضها للفتن، تشريد للأولاد، ضياع المودة والرحمة، التدابر الذي يحدث بسبب الطلاق بين الأسر والتقاطع. نادر، إن ما كانش غير موجود، أن يحصل طلاق بين أسرتين، يحصل نسب ثم طلاق وبعدين يحصل إيه؟ يكون بينهم مودة محبة، أبدا. في الغالب يحصل إيه؟ تقاطع وتدابر. لا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. شوف ربنا سبحانه وتعالى في آية السحر في سورة البقرة قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده دليل أنها جريمة كبيرة. ها، فربنا سبحانه وتعالى بيحب الوئام بين المسلمين، لذلك بيقول إيه؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ما ألفت بينه، ولكن الله ألف بينه. شوف التأليف ده بيد الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الألفة ويحب الإلاف ويحب المودة، لذلك جعل بينهم مودة ورحمة. فليه تكسر المودة؟ ليه تكسر الرحمة؟ كل ده يدل على كراهة الطلاق. بل ذهب بعض العلماء الأفاضل أن الطلاق محرم في حالة استقرار الأحوال.
في حالة استقرار الايه الاحوال. قال ويجوز الطلاق اذا كان في ضرر، اذا كان في ضرر على احد الايه الزوجين، احدهم متضرر يجوز الطلاق عند الشقاق. لكن الاحوال مستقره، رجل يطلق امراته اقل الاحوال الكراهه، وبعضهم يقول بالتحريم. شوف الشيخ هيقول ايه. بقول الطلاق حل رابطه الزواج، حل رابطه الزواج، وهو يكون بلفظ صريح والكنايه. لفظ صريح انت طالق او طلقتك او انت مطلقه، ده ايه صريح. كنايه الحقي باهلك، غروبي عن وجهي، انت بريئه، خليه، بريء منك، ده كل ده اسمه ايه كنايه. حكم الطلاق بيقول مباح لرفع الضرر، مباح لرفع ايه الضرر عن الزوجين، بقوله تعالى الطلاق مرتان. يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد يجب الطلاق إذا ما كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به، أو إذا كان الزوج أبصر امرأته على فاحشة، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان إذا كانت لم تتب من ذلك فيجب عليه في هذه الحالة أن يطلقها. وبعض العلماء يقول يجب طلاق المرأة التي لا تصلي، بعد طبعا ليه النصح والإرشاد ويستنفذ كل الوسائل. يقول كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يحقق منفعة فوق ذلك الضرر أو تساويه. يشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم للذي شكى إليه بذاء امرأته قال طلقها، ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، احفظ الحديث ده، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يا ده من الكبائر بقى، إن المرأة تسأل إيه زوجها الطلاق من غير ما بأس. بعض النساء السفيهات يصنعن مثل ذلك، من إما زوجها يزعلها في حاجة، راجل طيب معطاء كريم، يزعلها يوم تقول له طلقني دلوقتي، وتقعد تزن على دماغه يهرب. بص عايز ينزل من البيت والله، تمسكه من هدومه تقول له ما تنزلش لما تطلقني، بالله عليك ده عقل. ها شوف المشكله، حرام عليها رائحه الجنه. في الحديث الحسن المختلعات هن ليه؟ هن ايه المنافقات، المختلعات هن المنافقات. اركان الطلاق ثلاثه رحمك الله، زوج مكلف، زوج مكلف، شوف خد بالك من الحته دي، لانه لو غير مكلف ما يقعش طلاقه، مجنون، عيل صغير، خدت بالك، عقله ذاهب، ها قبله لا يقع طلاقه. وزوج كنش اجنبي، ما ينفعش واحد يطلع ايه واحده اجنبيه، زي واحد طلع السلم سمع واحده بتتخانق مع زوجها، قال لها يا ام محمد كل يوم بتتخانقي، ادي طالق. قال لها انت ايه دخلك، انت ايه دخلك، ليس له ان يطلق الايه الاجنبيه، هذا الطلاق لا يصح ولا يقع. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني من ملك عقد المرأة، أهو الحديث، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فلا بد أن يكون الزوج عاقلا بالغا مختارا غير مكره. المكره أيضا لا يقع طلاق، يعني زوجته هددته بالقتل ما طلقتش هموتك دلوقتي، مسكت له السكين، طلق راجل خايف منه، يقع طلاق لا يقع. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من أركان الطلاق أيضا الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة، لازم يكون رابطة الزواج قائمة، لذلك لا يقع الطلاق على مطلقة. واحد على مطلقة بانت منه، يعني مطلقة ايه بانت منه، لان في مطلقة رجعية وفي مطلقة باقي. فلو واحد طلق زوجته مثلا قبل الدخول به ثم طلقها مرة اخرى، الطلاق الثاني ده لا يقع لانها بانت بالاولى. يقول صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. ولو طلق امرأة أجنبية أو امرأته طلقت منه وبانت، يبقى الطلاق ده لا يقع، يعتبر لغو من الكلام. بقول اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان أو كناية، النية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي. الحتة دي مهمة خد بالك،
واحد نوى الطلاق في نفسه، خبرك؟ بل مش نوى بس، يحدث نفسه. واحد مروح الشغل كان بيسأل، بقول أنا رايح الشغل، جاي من الشغل قصدي، ومروح البيت، واحد أقول لنفسي دي لما روح البيت هطلقها، زوجتي طالق، هو زي ما تقول بخاف منها شوية، فقعد يتشجع طول السكة يقول لنفسه زوجتي طالق زوجتي طالق. ها بقول لما شفتها ما قدرتش أقول، طب الحمد لله ربنا ستر، خد بالك. طيب اللي قاله في نفسه ده يقع؟ لا يقع. ليه؟ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حتة جميلة، حديث النفس ده لا يقع به شيء، لأن بعض الموسوسين ربنا عافينا وإياك من الوساوس، نفسه تحدثه والشيطان يجي يوسوس له يقول له تطلقتها أنت قلت يا طالب، لا لا ما يقعش. كذلك لو خاطبها في غيابها باللفظ الصريح، يعني واحد قاعد مع نفسه برضه يقول ايه انت طالق، هي مش موجوده، ها يقول انت طالق، ها هو في بعض الناس عندهم مساوس كده، ربنا يحفظنا ويشفي جميع المرضى المسلمين مرض، فده يقع بالطلاق؟ لا يقع، لانه مش لفظ صريح موجه ليه للمراه، ها مش لفظ صريح موجه للمراه، الاول حديث نفس والثاني ما هوش لفظ ايه صريح. يبقى امتى بقى الطلاق الصريح يبقى صريح؟ امتى؟ لما يواجهها بالخطاب يقول لها انت طالق. لكن ممكن ما يواجهاش بالخطاب ويقع، انا بسالك ممكن ما يوجهاش لا يوجه اليها الخطاب ويقع الطلاق ولا ممكن ولا لا؟ ها يعني واحد دلوقتي بيتخاطب مع ابو زوجته مثلا مع ابيها، ها فيقول له خلاص بنتك طالق، يقع ولا ما يقعش؟ يقع. طب هي مش موجوده؟ ايوه مفيش اشكال، لكن لو هي مش موجوده اقول انت طالق، تلاحظ الكلام تفرق دي عندي، دي تفرق عندي. يقول اقسام الطلاق، طلاق سني وطلاق بدعي، في طلاق سني وطلاق ايه بدعي. طلاق البدعي ده طبعا محرم، وانت عارف لو الناس تنضبط بالضوابط الشرعيه والله يقل الطلاق كتير. الطلاق عشان يبقى طلاق سني موافق للسنه ولا اثم فيه، لابد ان يكون طلاقا في طهر لم يمسها فيه، طهر لم يمسها فيه، او يطلقها حاملا او يطلقها قبل الدخول. كم واحده؟ ثلاثه. قبل الدخول اطلاق سني صحيح، طلقها وهي حامل سني صحيح، يطلقها في طهر لم يمسها فيه. الطلاق بقى فين؟ في الحيض، ماله؟ محرم. محرم يقع لما يقعش؟ جاي انا جاي في الكلام لسه، خد بالك معي. طلاق في طهر مسها فيه حرام برضه، لا يجوز. شفت بقى واحد بيقول ايه الحكمه من كده؟ شوف الشريعه، انا بقول لك الشريعه حريصه على ليه؟ الوئام بين الزوجين والالفه والالاف. قال لك ان الزوج بتقل رغبته في زوجته ايام حيضها، ممكن يحصل نوع من النفره بينهما. ايضا الزوجه بيتغير مزاجها، ها الدوره دي بتسبب لها مثلا صداع، تعب، ضعف، ها فهو عنده رغبه عنها، رغبه عنها، وهي مزاجها بيتغير، ممكن يحصل ايه مشكله، الشيطان بقى يتدخل، خدت بالك، يروح بقى ايه مطلق. الشريعه منعت من الطلاق اثناء الايه الحيض. طلق ابن عمر رضي الله عنه امراته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال لعمر مره فليراجعها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلقها إن أراد قبل أن يمسها، قبل أن إيه؟ أن يمسها. خد بالك، يبقى ده الطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه، أو في طهر بس اسمه طلاق ايه؟ بدعي. يقع ولا لا يقع؟ جماهير اهل العلم على انه يقع. والمذاهب الاربعه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه، ها؟ وجماهير اهل العلم ابو ثور وابن المنذر وغيرهم من العلماء الكبار. لم يخالف ذلك الا قله نادره. ليه؟ لان الحديث في البخاري بيقول ايه؟ وحسبت تطليقه. ده كلام ابن عمر. قال له رجل: ارايت رجلا طلق امرأته وهي حائض؟ قال له: أتعرف ابن عمر؟ هو بيقول له: تعرف ابن عمر؟ قال: نعم.
قال طلق امرأته وهي حائض، بيحكي له عن نفسه يعني. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال امره فليراجعه. قال وحسب التطليقة، يعني الرجل بيسأله، قال فما أرأيت إن عجز واستحمق، ما هو اللي أخطأ، فما أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية وحسب التطليقة، مين اللي حسبها؟ أكيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية صححها الشيخ الألباني قال وهي واحدة، هي إيه؟ واحدة. طيب يبقى طلاق الحائض محرم، ما أنا عارف الأذان، حاضر، طلاق الحائض محرم، جميل، ويقع ولا لا يقع؟ يقع عند جماهير العلماء. الأذان تفضل، كمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى قلنا الطلاق فيه سني وفيه بدع، امتى يكون بدعي بقى؟ اقول لي ايوه حائض او نفساء، ايوه طهر مسها فيه، طهر مسها فيه، ده اسمه بدع. يقع ولا لا يقع؟ يقع عند جماهير اهل العلم، جماهير اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ ويبقى سني في حالة إيه؟ قبل الدخول وهي حامل في طهر لم يمسها فيه. طيب الطلاق البائن، خد بالك بقى، في طلاق رجعي وطلاق بائن. بائن يعني لا يملك المطلق الرجوع فيه، لا يملك، ما ينفعش يرجعها إلا برضاها، عقد جديد ومهر جديد، ها، ولي وشهود وكل حاجة، خد بالك. طيب الطلاق إمتى بقى يكون بائن؟ قال في خمس صور: أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها، طلقها وسابها لحد ما العدة خلصت، اسمها بانت منه بينونة ايه؟ صغر. تقول لي على طول بينونة ايه؟ صغر. ليه بينونة صغرى؟ عشان ينفع يرجعها العقد جديد. أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة، يطلقها على البراءة، يقول لها ايه؟ ابريني، اخلعيني، هاتي الفلوس اللي عطيتها لك وروح ايه؟ يطلقها. ده اسمه طلاق بائن، لأن المرأة هي اللي بتطلبه عشان ترفع الضرر عن نفسها أو بتكره زوجها، فهي بتطلب الطلاق فيقول لها نعمله خلع. أن يطلقها الحكمان عندما رأيان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواج، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد إصلاح يوفق الله بينهم. الحكمين دول لو رأوا أن ما فيش وجه للإصلاح يروحوا مطلقين، اسمه طلاق بائن. قالوا كمان أي طلاق عند القاضي لرفع الضرر عن الزوجة يبقى طلاق بائن. يعني الزوجة مثلا حضرتها، مثلا حضرتك كل يوم زوجها يضربها مثلا على ويفتح دماغها ويكسر رجليها كل يوم في المستشفى، فرفعت امرها للقاضي بتشتكي اليه ان في ضرر عليه، راح مطلقها القاضي، طلق على ايه؟ على الزوج، او الزم الزوجة بالطلاق، ده اسمه طلاق ايه؟ بائن. ما لازم يبقى بائن. ايوه بتقول لي ليه بائن؟ هقول لك ليه. لان اصلا لو ما لم نجعله بائنا يبقى لم نرفع ليه الضرر، القاضي طلقها يروح هو ايه مرجعها ويضربها ثاني يؤذيها ثاني، او ايضا لعدم النفقه وغيبه الزوج، كل ده اسمه طلاق بائن. طيب ان يطلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، قول يا اخ احمد الدليل بقى بتاعها دي، انت هتقول طيب ماشي، اي يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، في سورة إيه؟ الأحزاب، ها؟ فما لكم عليهن من إيه؟ من عدة. طلقها قبل الدخول ما ينفعش يرجعها، ما ينفعش يصالحها، ولا حقك علي، معلش أنا آسف، أنا رضيتك، مفيش كلام من ده خالص، لازم بقى يروح لأبوها تاني يخطبها، يقول له عمي أنا جاي أخطب بنتك، أخطب بنتي ليه؟ مش متجوزها؟ يقول له ما أنا طلقتها، امشي. هيقول له امشي ما تجيش تاني. ما هو بيبقى ايه؟ بعض الناس يقول لك ما انا مكسوف اروح اقول لابوها لسه مجوزني من اسبوع، اروح اقول له طلقتها وجوزها تاني مكسوف، ف
فهصلحها وخلاص. لا ما ينفعش، مش حاجه اسمها صلحها وخلاص. ها بانت منه، بانت ايه من الطلاق قبل الدخول. بيقول ان يبت طلاقه بان يطلقها ثلاثا في كلمه واحده او متفرقات في المجلس، او يطلقها ثلاثه بعد اثنتين قبلها فتبين منه بينونه كبرى. المشكله دي طلقها مرتين قبل كده رحمه الله عليه، الثالث مفيش راجعه خلاص، فلا تحل له حتى تنكح زوجا زواج صحيح، زواج ايه صحيح. وهنتكلم احنا بقى في كلمه واحده دي وثلاثه متفرقات دي ان شاء الله جايه بعدين، بس انا عايزك تاخد بالك. يبقى الطلاق في الحاله دي باقل، يعني مفيش رجعه، مفيش حق ليه برجعه. في بقى طلاق راجعي، بس ننبه على حته مهمه هنا، خطا شائع في المجتمع للاسف، ان الرجل اذا طلق امراته تركت بيت الزوجي، ليس لها ذلك. ها ليس لها ان تخرج من بيت الايه الزوجيه طالما انها مطلقه رجعيه، حرام تخرج بعدين تذهب الى بيت ابيها وابوها يكون انسان قليل العلم لا طلقك اقعدي ما تروحلوش ابدا لحد ما يعرف قيمتك، لما يعرف قيمتك ويجي يعتذر تروحي له. وفي بعض الناس بقى في الحالات دي يتحكم، يجي له بقى عشان يصالحه ويصلح زوجته، يقول تعال امضي على وصل امانه، امضي راس مش جوزتها لك وطلقتها ملوش حق. الزوج بقى ممكن يرجعها بدون رضا ابيها، ممكن مش ممكن طالما انها مطلقه رجعيه. شوف هيقول ايه، هو ما يملك معه الزوج حق مراجعه مطلقته ولو بدون رضاها كمان. قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر بعد ان طلق زوجته راجعها. الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي ده ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض. المطلقه طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجه في النفقه والسكنه وغيرهما حتى تنقضي عدتها، لها النفقه ولها السكنه على زوجها ما تطلعش من البيت، فاذا انقضت عدتها بانت من زوجها. واذا اراد الزوج مراجعتها يرجعها ازاي؟ يكفيه ان يقول لقد راجعتك بس كده، ويسن ان يشهد على مراجعتها شاهدي عدل. وفي بعض العلماء يقول بالوجوب، والوجوب اقوى لان ربنا امر به، قال واشهدوا ذوي عدل منكم اثنين، يقول له انا طلقت، يجيب اثنين شهود اي اثنين بس يكونوا عدول، ويقول لهم ايه انا طلقت زوجتي ورجعتها بس خلاص كده خلص الموضوع. ينفع تقول له انا مش راضيه، انا مش موافقه، ابويا مش موافق، امي مش موافقه؟ لا لا، كل دول ما لهمش ايه دخل، لان الرجعيه دي زوجه، الرجعيه دي زوجه. المعامله ما بينهم وهي قاعده في البيت، اختلف العلماء هل الرجعيه دي تتزين لزوجها تقعد تاكل معاه؟ واخد بالك؟ بعض العلماء يقول نعم، والاقوى والله اعلم هذا، ان هي يجوز له ان ايه؟ يجوز ان تتزين له، يمكن يفكر ويراجع ايه؟ نفسه. خدت بال حضرتك؟ والله اعلم. ليه؟ لان لازالت الزوجيه قائمه بدليل ايه؟ انها لو ماتت ورثها، ولو مات ورثته باجماع العلماء. يعني واحد طلق زوجته النهارده مات بكره تلفه، ها طلقه رجعيه، ها هي ماتت هو يرثها طالما طلقه ايه رجعيه. انت فاهم الموضوع ده ولا مش واخد بالك؟ طيب ماشي. الطلاق الصريح، قلنا الطلاق الصريح اللي هو انت طالق مطلقه كده، الكنايه، الكنايه ده محتاج لنيه، في خطا شائع برضه ننبه عليه، ان في بعض المفتين من قليل العلم لما يجي له واحد يستفتيه يقول له انا طلقت زوجتي، يقول له قلت لها ايه؟ يقول له انا قلت لها انت طالق، يقول له تعرف ايه؟ يقول له كان نيتك ايه؟ ما فيش نيتك في انت طالق دي، انت طالق دي ما فيش نيتك، نيتك دي فين؟ في الكنايه، لما يقول له انا قلت لها انا بريء منك لست لي بزوجه اذهبي الى بيت ابيك مش عايز اشوفك، ها ده اسمه كنايه. نقول له نيتك ايه؟ نيتك ايه؟ ايه؟ ونقول له نيتك ايه؟ فين؟ في المعلق، ان فعلت كذا فانت طالق، ممكن نقول له نيتك ايه؟ لكن انت طالق دي مفيش نيتك ايه؟ ده اسمه صريح. فهمت الحته دي؟ بالله عليك؟ طيب ماشي. الكنايه بيحتاج لنيه، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه بلفظ الحقي بأهلك. عارف قصة المرأة دي؟ لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟
اقترب منها فقالت أعوذ بالله منك. خير كلمة كبيرة ضخمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه اسم الله قال لها الحقي بأهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ من استعاذكم بالله فأعيذوه. اللي يستعيذ من ربنا، اللي يستعيذ بربنا سبحانه وتعالى تعيذه. عشان كده السلف بيقولوا لو انت بتضرب ابنك او بتقدم حد قال اعوذ بالله سيبه، اذا كانش في حق واجب يعني تسيبه، تعظيم لايه؟ لاسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرب منها قالت له اعوذ بالله منك، قال لها عثت بعظيم الحقي باهلك. ده اسمه ايه؟ طلاق كنايه، بالنيه وقع طلاق. طيب ممكن ما واحد يقول لزوجته الحقي باهلك ولا يقع؟ حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ كعب بن مالك، لما الرسول صلى الله عليه وسلم في القصة الطويلة قال له اعتزل امرأتك، فقال لها الحقي بأهلك، كان يقصد طلاق؟ ها؟ لا يقصد طلاق، لذلك لم يقع به ايه؟ طلاق. ده الكناية، يبقى الكناية يفتقر الى ايه؟ الى نية. طيب بقى فيه منجز ومعلق بسرعة كده. منجز يعني ايه؟ انت طالق مش معلق على حاجة، انت مش فاهم. ها؟ صح؟ طب هقول تاني، في صريح وفي كناية. صريح انت طالق مطلقة، انت متطلقة، ده اسمه ايه؟ صريح. كناية لفظة تحتمل كده وتحتمل كده، ممكن تحتمل الطلاق ممكن تحتمل ايه؟ غيره. مش ممكن واحد يقول لزوجته روح عند ابوكي ومش نيته طلاق، ها؟ مثلا متضايق منها شوية، ها؟ عايزة تروح مثلا ايه؟ هي تخفف منها، ها؟ مثلا. وممكن واحد ايه؟ نيته ايه؟ طلاق. يبقى نسأله عن نيته فين؟ في الكناية. بالله عليك ينفع نسأله عن نيته في الصريح؟ بس ما ينفعش خلاص. طيب في منجز وفي معلق بقى. منجز انت طالق برضه، يبقى ده صريح منجز وفي معلق. قول لها لو طلع القمر فأنت طالق، إذا طلع الصبح فأنت طالق، إذا صليت العصر فأنت طالق. الله ليه يا ابني؟ هو كده اسمه ده طلاق ايه؟ معلق. في برضه ايه؟ لو ذهبت الى بيت ابيك، لو لم تصنعي لي ارزا فانت طالق. ها؟ اهو الطلاق المعلق ده حضرتك يقع عند وقوع الشرط. يقع عند وقوع ايه؟ اللي هو علقه عليه. لو طلعت الشمس خلاص يبقى طالق. هو اللي قال. طيب بعض العلماء بيقول نسالوه عن نيته. هو كان نيته الطلاق ولا كان نيته التهديد؟ لو طلعت من باب البيت تبقى طالق. علي الطلاق لو ما عملتيش. ها؟ علي الطلاق لو ما رحتيش. يقع ولا ما يقعش؟ قول له تعالى. أنت نويت الطلاق ولا ما نويتيش؟ نوى الطلاق يقع طلاق. طب ما كانش ناوي؟ قول أنا كان نيتي تهديد، والله ما كنت عايز أطلقها. ده أنا بس بخوفها عشان ما تطلعش بره البيت، عشان تعمل كذا، عشان تروح كذا. قول له خلاص. يبقى عليك كفارة يمين. ده اسمه الطلاق الإيه؟ المعلق. يبقى احنا هنسأل عن النية في ايه؟ في حاجتين، في الكناية وليه؟ والمعلق. مش هنسأل عن النية في المنجز اللي ايه؟ الصريح. تفهمت يا عمر؟ جميل صح؟ سهلة خالص. في بقى بعد كده حضرتك طلاق التخيير والتمليك. الراجل يخير زوجته يقول لها انا خيرتك اختاري. ها؟ قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ده اسمه إيه؟ تخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترنه فلم يقع شيئا. لو واحد خير زوجته قال لها تعالي يا أبو محمد تختاري إيه؟ تعودي معايا ولا تتطلقي؟ قالت له اختار الطلق، يقع طلاق. يقع طلاق. اسمه إيه؟ تخير. في بقى حضرتك تمليك، ودي حاجة مؤسفة، إن الزوج يملك الزوجة الطلاق، اللي بيسموه ليه؟ العصمة. أيوة اللي بيقول عليه العصمة في إيديه. هو مش العصمة في إيديها ولا حاجة، ده اسمه حضرتك توكيل من الزوج للزوجة في أن تطلق نفسها، أو تمليك. ملكها هو حق ليه؟ الطلاق. طب هو نزع منه؟ ما نزعش منه. أي يعني واحد دلوقتي للأسف يعني عمل العقد مع الزوجة وقال لها هي اشترطت عليه، قلت له انا عاوز اطلق نفسي طلق نفسي. لا ماشي. ها؟ هو ينفع يطلقها ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا، لان هو ده الاصل. ها؟ هذا هو الايه؟ الاصل.
طيب لما هو ملكها تاني يوم قالت له انت طالق بالثلاثة كمان يقع؟ لا يقع. قال لا أيوة هينفع تطلقه؟ فاش تطلقه، تطلق نفسها تقول إني طالق كده ماشي، تقول إني إيه؟ أيوة. والراجل راجل يا جماعة، ما ينفعش برضه مهما كان. يعني هي حتى قال لها بإيدك اللي بإيدك بدأت تطلقي نفسك، تقول ما أنت طالق، ما يقعش طلاق. خدت بال حضرتك؟ لأن ليس بيدها أن تطلق زوجها، ليس بيدها أن تطلق إيه؟ وإنما بيدها أن تطلق نفسها، تقول إني طالق ماشي كده يقع، لكن تقول أنت طالق ما يقعش. طب الموضوع ده جائز إن الرجل يوكل امرأته أو يملكها؟ مكروه. نقل عن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا فعل ذلك قال فعل الله بالرجال وفعل، يجعلون ما جعل الله في أيديهم بيد نسائهم. مش ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق في يد الرجل لحكمة باهرة بالغة، إن رجل إيه؟ يملك نفسه، عصابه، رجل أقوى وأصبر وأحلم، ها؟ وفي نفس الوقت هو اللي بيتحمل تبعات الزواج، دفع مهر وجاب شبكة وشقة وعفش، ها؟ فناسب ذلك أن يكون عقد الطلاق عقد الزواج بإيده وحله بيده، ها؟ لأن حضرتك لو كان الطلاق بإيد الزوجة وهي لها المهر، يا نهار أبيض، كل يوم بقى أنت عيني تبقى متشحط في الشارع، مالك يا أبو محمد؟ طلقتني والله النهارده. معلش يا حبيبي اصبر واحتسب، ها؟ مشكلة. وكمان تاخد اللي قدامك واللي وراك، تطلقك وتاخد اللي قدامك واللي وراك، تبقى مشكلة دي، ها؟ فسبحان الله، لحكمة باهرة ربنا جعل الطلاق بيد الايه؟ مكروه أن يوكل امرأته في طلاق نفسه، مكروه أن يجعل بيدها الطلاق، مكروه. يقول الطلاق بالوكالة أو الكتابة إذا وكل الرجل من يطلق امرأته. واحد وكل الثاني قال لأخوه طلق زوجتي، ها؟ ينفع؟ ينفع، وكالة صحيحة. يروح يقول لها أخي يطلقك أو أنت طالق من أخي قد وكلني في ذلك، يقع طلاق؟ يقع طلاق. أما قال لك الطلاق ده عقد زي اللي بيع والشراء، مش ينفع واحد يديك حاجة تبيعها، فقال لك برضو إيه؟ ده قريب منه، ده قريب منه. أو كتب إليها كتابا، بعت لها كتاب. خد بالك بقى من الحتة دي، واحد كتب لزوجته رسالة ورقية فيها أنت طالق، أو بعت لها رسالة على المحمول أنت طالق، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ في خلاف. خد بالك حتة جميلة خالص، بعض العلماء بيقول لا، أصل الكتابة دي ما هي الصريحة زي اللفظ، لأنه من الممكن أن يريد أن يغم امرأته، أن يغم امرأته يدخل عليها الغم يعني والحزن، ها؟ أو يجرب القلم، أو يجرب المحمول في زمننا، ها؟ يعني هو بيشوف المحمول بيبعت رسائل ولا لا، هو راجل نكدي كده ربنا يعافينا يعني، فإيه؟ حبكت يكتب إيه حضرتك؟ أنت طالق، ويجرب المحمول يشوفه بيبعت ولا لا، ها؟ بعت رسالة، ها؟ وقع الطلاق ولا ما وقعش؟ قسم الناس فريقان هنا، بعضهم بيقول لا ما يسألوش عن نيته، دي رسالة صريحة مفيش كلام، وبعضهم بيقول لا ما هو ما كانش نيته يطلق، ها؟ زي ما واحد ايه كتب كده، واحد بيقول للتاني بعني هذا الجهاز، فكتب له بعتك، يقول له خلاص بتاعي، يقول له انا مش بتاعك، انا بكتب كده بجرب الألم، ايه بعتك؟ ما بعتلكش حاجة انا، ها؟ يقول له دي زيها. والله القول ده قوي، بس خد بالك بعض العلماء قالوا إلا إذا احتفت قرائن، قرائن تؤيد أنه يريد الطلاق، مثاله بعثت له رسالة قالت له طلقني يا فلان، فأرسل إليها الجواب أنت طالق، دي إيه؟ قرينة قوية، لأنها طلبت الطلاق فبعت لها ليه؟ رسالة. قالوا هنا ما مش محتمل ما يكون بيجرب الألم، ها؟ ده بيجاوب على ليه؟ السؤال، طلقني قال لها أنت طالق، ها؟ فده الطلاق، الطلاق بالكتابة يبقى فيه الإيه؟ الخلاف ده. الطلاق بالتحريم، واحد قال لزوجته أنت علي حرام، يقع به طلاق ولا لا يقع؟ خلاصة الأمر هقول لك، حرام ده كناية، نقول له تعال نيتك طلاق، ها؟ كنت اتجوزت عشان تقولي لأ، نيتك طلاق؟ يقول لا ما كانش نيتي، خلاص لا يقع شيء، لا يقع إيه؟ طلاق، بس عليك كفارة يمين،
طب كان نيته طلاق، نقول له دي كناية يقع بها ليه الطلاق، يبقى يقول لها انت حرام علي او محرم علي. ها نشوف نيته طلاق هيقع طلاق، ما نيتوش طلاق في كفارة يمين، لقول ابن عباس رضي الله عنه إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب واحد بيسأل بيقول هو دم الظهار لما قولها أنت عليها حرام دم الظهار؟ لا لا لا، دم الظهار، الظهار إيه بقى؟ يقول أنت علي حرام كأمي وأختي، أو أنت علي كأمي وأختي، ده ظهار محرم. ها إنهم يقولون وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، في الكفارة المغلظة. أما أنت حرام بس دي نوى طلاق هيقع طلاق، ما نواش طلاق يبقى في كفارة يمين، ده اسمه الطلاق بالتحريم. ده الطلاق بالتحريم. في بقى نوع من أنواع الطلاق محرم، طلقها وهي حائض يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. ثلاثة في مجلس واحد يبقى حرام. الزوجة بقى قالت لزوجها أنت عليها حرام ونوت الطلاق، يقع طلاق يا أخ محمد؟ نوت الطلاق ما يقعش، مش الطلاق مش بإيديها. طب عليها إيه؟ كفارة يمين عشان حرام زوجها. طب قالت له أنت عليها كظهر أمي وأختي، لا يقع ظهار، لا يقع ظهار بس في كفارة إيه؟ يمين. طيب إحنا كنا بنقول إيه؟ الطلاق الحرام من هو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. ليه؟ بيقول جاء في الحديث أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ عشان طلق إيه؟ ثلاثة في مجلس واحد ما ينفعش، لأن ربنا قال الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لازم تسيب مهلة. وبعدين بعد إيه؟ قال إيه؟ فإن طلقها، يبقى هي السنة كده يطلقها طلق إيه؟ واحد، مش هيجمع. كان سيدنا عمر رضي الله عن عمر والله ما أحوجنا إلى عصا، كان طبعا ماسك العصا على طول. ها كان يجي له الرجل إذا بلغه أن الرجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ضربه بالعصا، أوجعه ضربا، ده إسناده صحيح. سبحان الله، والله كثير من الرجال يركب الأحموقة. جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس طلقت امرأتي ألفا النهاردة، فهل من سبيل؟ قال لو اتقيت الله لجعل الله لك سبيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، بانت منك بثلاث والباقي في عنقك تلقى الله بها. طلقها ألفا ليه؟ أو في بعض الرجال كده غضبان من زوجته رحمة الله بالثلاث على طول. وبعدين بعض الناس ويضيق على نفسه، سبحان الله، يركب أحدكم الأحموق كلها انت طالق ملكي وشافعي وابو حنيفه والله بالثلاثه. ها وبعدين واقفه معاه في الفسحه يطلق انت طالق، تسيب له تروح المطبخ لا انت طالق برضه، ها تنزل ينزل وراك انت طالق، تتصل بيه ولا انت طالق، هو ايه؟ هو لعب عيال، شيء عجيب والله. شوف ابن عباس بيقول حاجه جميله، يركب احدكم الايه الاحموق، دي حماقه. ها لذلك احنا قلنا الطلاق السني يكون ايه؟ طلقه واحده في طهر لم يمسها فيه، لو الناس انضبطت والله ها لأخرجوا أنفسهم من الضيق والحرج إلى السعة. أنت تريد أن تطلق امرأتك أغضبتك، ما فيش حرج، اقعد فكر تروى احسبها. طب أنا لما طلقها هتاخد الايه المؤخر والعفش والمهر، أدي واحد. اتنين العيال هيروحوا فين؟ تلاتة الشقة. طب وبعدين أتجوز غيرها فين؟ خمسة ولا أربعة وحلاقي زيها؟ طب حلاقي احسن منها؟ مش ممكن ربنا يبتليني بواحده اسود؟ ها مش ده من كفران النعم؟ لازم يقعد يحسب واحد اثنين ثلاثه، يحسبها شمال يحسبها يمين. طيب عامه ادي عندي فسحه لحد ما تحيض ثم ايه تطهر، ما ينفعش تطلع على طول كده. عمل مواضبه مع زوجته راح مطلقها، لا لازم ينتظر حتى تحيض ثم ايه تطهر، ولا يمسها حتى يطلقها، ده طلاق السنه لا إثم فيه، لا إثم إيه؟ فيه. إذا خلف يأثم ويحرم عليه، إذا خلف يأثم ويحرم عليه. أنا طولت عليكم، فلنا استكمال إن شاء الله المرة القادمة.